مسالة من مال الله يا محسنين، من مال الله يا محسنين الحزن بعشرة أمثالة. ايه ايه بعت له، بعت له انا بعت له 7000 دولار، بعت له الحوالي. ما هو بس يبعت لي البضاعه. من مال الله يا محسنين. دايا دايا ايش عم تسوي؟ ليش عم تحطي له اياها؟ شوف الشحاد قوم واشتغل طول الشحيطه. ليش مالك عم تشحد ولاد؟ تعودتوا تحطوا لي كرتونه وتحطوا لي هالشغلات تشتبكوا تشحدوا. قوم روح اشتغل قوم. عيب عليك، عيب عليك وعيب على اهلك. لسا الحين جايين عم تشحدوا. ما بتفهموا حكي؟ على ايمة كنتوا بدكم تضلوا هيك؟ سموتوا وجهنا قدام العالم تصحيطين وبايكين عم تشحدوا. عيب عليكم. شو هاد؟ ايه اعطيه اياها، كثير عليه. ويحن عليكي، خليكي هيك ولا تكوني مثل أبوكي. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحن عليكي ويرزقك. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام.